السلام عليكم، رجعنا لكم في حلقة جديدة من ون بيس. خلونا نبدأ. طبعا اليوم الشيء الحلو ان في حلقتين، او تقدر تقول حلقه مدتها الساعه الاربع وساعة العشر. هي مفروض تكون حلقه لكن قسمت الى قسمين، لا اعلم. لكن قبل ان ندخل في الحلقه، لا تنسون تشيكون على الفيديو اللي موجود في مربع الوصف اللي اعلنا فيه عن حفل AI شوكون، واللي راح نسويه ان شاء الله في اجازه ما بين الترمين اللي 11 12 13 يناير، راح نسويه في الكويت في ارض المعارض الدوليه قاعه 4A، حفل خاص بAI شو مهتم بعالم الانمي، محضرين لكم فيه مفاجآت قوية بإذن الله سبحانه وتعالى. الحين نرجع لون بيس. زي ما قلت لكم هي حلقتين، أو تقدرون حلقة خاصة. على العموم هي من ضمن الأحداث، ما هي تحرق عليك شيء ولا هي شيء خارج عن إطار الأحداث. لا، هم حبوا كمناسبة خاصة في 1 أكتوبر أنهم يسوون حلقة خاصة هذه. في البداية نبدأ مع حلقة اللي هي تقريبا أعتقد 807 اللي بدأت بالذكريات. طبعا طول ما أنا تابع الذكريات وأنا أحس بتململ، وقاعد أقول ليش حرام يعني أخي حظينا بحلقتين او حلقه مدتها ساعه، ليش تحقون دمي زي كذا؟ ما كان سويتوها اجل من البدايه. لكن بعد ما وصلنا الى النصف تقريبا، وكان معي اخوي ماجد، وتوضحت المشاعر وخدت في نقاش مع ماجد، لا وضح انه كان لها مغزى. ما كان ودي انهم طولوها زي كذا، بس كان لها مغزى انك تشوف الذكريات هذه من ثلاث وجهات نظر: من وجهة نظر زف، من وجهة نظر لوفي، ومن وجهة نظر سانجي، عشان تفهم اللي قاعد يصير في الاخير. ليش لوفي اتخذ قرار معين، ليش نامي اتخذت قرار معين، وليش سانجي اتخذ قرار معين. هذا كله راح تفهمه في الاخير، لكن لازم تشوف المشاهد. لكن احنا شفنا الحلقة الخاصة اللي نزلوها من قبل اللي ذكريات الازرق الشرقي، بس مو الكل شافها. هنا الكلام، انه مو بكل واحد شاف الذكريات هذه. في ناس احتاجت انه في الحلقة هذه تشوف الذكريات، او في ناس ما تتابع مانجا فاحتاجت، يعني مثلي انا ما تابع مانجا فكان لابد اني اشوف الذكريات. صحيح ان انا شفت الحلقة الخاصة اللي من قبل اللي سواها اللي هي ذكريات الازرق الشرقي، بس في ناس حتى ذكريات الازرق الشرقي ما شافتها. ففي كلمات معينة قيلت في الذكريات مهمة جدا. احد الكلمات المهمة اللي كان يقولها لوفي في الذكريات لسانجي: انت طيب. واهم الذكريات اللي عن سانجي انه كيف كانت عائلته، وين وجد عائلة تهتم فيه، وين بعدين وجد النكمة. يعني على سفينة بارتي وورك لقى الأب أو العائلة، لكن لقى النكمة على سفينة لوفي، عاش أحلامه على سفينة لوفي، وزف رباه أنه يتبع أحلامه، وزف قال أنه مثل الأب له، فلازم تتبع أحلامك. أنا غاضب من سانجي فعلا في قراره هذا. ليه؟ لأن زف قال له من قبل، وقلت أنا في أكثر من انطباع وأكدوا عليها في الحلقة هذه: اتبع أحلامك، لا تخلي أحد يلوي يدك. يعني زف ضحى بنفسه لأنه رأى فيك حلمه، عندك نفس الحلم اللي عنده. زف قالك واجه الموت ولا تستسلم عن حلمك، وهذا اللي قاعد يسويه لوفي. فعشان كذا قال زف هذا الشخص الذي يجب عليك أن تتبعه. بالنسبة للوفي إن شخص مهم بالنسبة لي، أن احنا سوينا ربط كونكت في الأحلام، ربط في المشاعر، ربط في رجولة. أنت بالنسبة لنا عائلة مو مجرد نكمة. فبعد تضارب المشاعر هذه، الشجرة كينج بوم قال نامي وصلنا في الوقت المناسب، يعني عارف شجرة الطريق اللي بتمر فيه المراسم. ايضا في هاللحظات من الاشياء اللي صارت ان نامي عندها مراية من مرايا بولي، شافت شوبا وقالت شوبا لقد وجدنا سنجي. كان المضحك في الموضوع، يعني المشهد هذا كان يمكن اكثر مشهد كوميدي في الحلقة. اول شيء ان نامي تشوف لوفي كذا وقول شلون جسمه قاعد يفش كذا، جسمه قاعد يفش يعني كيف اقولها، قاعد يقل، كان منتفخ، قاعد شلون رجع جسمه كذا. لا، ويوم رجع لحم ميكو جو. هنا انا قلت يلا الحلقه بتكون شوي كويديه، يعني بنشوف اشياء حلوه. بعدين بدات تتكلم مع تشوبا في المرايه زي ما قلت لكم، واضح انها كانت عندها من المرايات اللي تكسرت لما قابلت بولي. اعتقد ما متاكد من جابت المرايه بالضبط، لكن قاعد تتكلم تشوبا يبي يقول لها شيء مو بعارف، قاعد يقول ويرجع. طبعا واضح انه خايف من بولي، قاعد تلاحقهم شوي، يعني كل ما خاف لحم المرايه بعدين مسكتها كرت نفس الشيء، بولي قاعد تلاحقهم. صدقوني تشوبا يقدر عليها، بس انا اقول لكم الكاتب في الحدث هذا ما يبي يحرق الكوت بسرعه، يعني يبي يعطيك طابع هنا كوميدي، هنا طابع مشاعر، هنا طابع غضب، عشان يفتت
شوي كست عليهم المايه وزي اللي انقطع الاتصال نامي مش وجي ماسك المايه مش وجي حسستني ما تشوف كذا جوال هذا الجوال اللي يقول لك الزجاجه. المهم ان كانوا منخشين والدوج وبولي انتبهت لهم او ما انتبهت يعني واضحه اذان كانت طالعه يا وجه لكن يمكن خشمها غطى عليها يعني اذان كانت طالعه كذا وخشم بولي مسوي كذا فهي ظنت ان هذا ظل خشمها فما شافت اذان كاوت ممكن او انها شافت وتستهبل. على العموم من المهاية سحبت التمساح وسحبت اللي هو هذا اللي مع الطير وهذا برضو ذبات علوة فحطت مع بعض وتطلب مساعدتهم. هنا مأزق الشباب الحين فعلا مأزق يعني بولي والتمساح والطير ويا هذا الفارس اللي على شكل أرنب في مواجهتهم. طبعا موجود شباب وكارت في مواجهة أربعة. هنا الكلام كيف بيصير موازنة في عالم المرايا وانكسرت عالم المرايا. سألتهم نامي عن بوك ما عارف شباب شو يقول لها يعني ما بعرف شيء عن بوك لسه ما لقى شيء عن بوك واحنا برضو ما احنا بعرفين ايش بيصير في بوك لسه. بوك وبدو الكاتب خشوم للاخير لهم شغله ذيلي اللي ماخرهم الكاتب كذا لهم شغله. فبالنسبه للوفي انه قاعد يقول سانجي وصلنا جيناك يا سانجي راح دخل عليه عند العربه ولكن في شيء صاير يعني اخي وينك الرساله اللي انت هديتها من جدك انت تعال بس يلا جيت عشانك يا شيخ في دعينك قوم مالك شغل فيهم. هذا من وجهة نظر لوفي لكن اللي كان يعيشه سانجي ان لوفي وهو يناديه سانجي قاعد خلاص اختنق صج يعني موجودين مما يدل ان الحلقة اللي فاتت انه ما حس بشوبر ان لوفي وصل له الحين وانفجع من وصول لوفي انه ما حس بشوبر لكنه كان يظن انه يسمع صوت شوبر في ذاك الوقت كذكريات ليش قاعد اتذكرهم الحين. فسنجي هنا خلاص مارت التصادم الثلاثي ما بين النكمة ما بين الخطر اللي على زف وما بين أحلامه. التصادم الثلاثي اللي قاعد يعيشه سنجي مو طبيعي. فخلونا نرجع شوي للذكريات قبل أن نكمل اللقاء هذا. جابوا شيء غريب أنا استغربت منه إنهم جابوه في الذكريات بكاء أخته ما وضحوه من قبل أنها كانت تبكي يعني جابوها أنها عاطفية شوي معاه ساعدته لكن أنها كانت تبكي لما كان أبوه هزأة أنها كانت تبكي وهي تودعه أنها كانت ترثي لحالة هذا ما جابوه. وأحس إنه في الحدث قاعد يوضح لي الصورة الحقيقية لأخته حبة 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 إلين المرحلة هذه جابها فعلا قاعدة تبكي حزينة يعني مش عندها تعاطف أو خلل عاطفي بسيط لا 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 فعلا كانت كاتمة أحزانها وتدعي القوة بينما هي من قلبها بداخلها متقطع. سنجي طبعا إيش اللي سواه إنه دفع لوفي بعيد عنه لما جاه لوفي عند العربة خرج له وقال له يا قرصان يا حقير يعني ما بقى سبة ما قالها له يعني يحاول يبعد لوفي بالطرق إنه أهينك أوريك إنك ما تهمني. قال أنا واحد من الفينسموك أنت جاي تعطل واحد من الفينسموك أنا أمير في الفينسموك تبيني أرجع لك قرصان رايح أتزوج بنتي اليونيكو بعيش حياة مرغدة مو بحياة الفقر اللي وياك. هذا التكة الأولى. التكة الثانية من صدق صدقت أحلام وهالكلام الفاضي أنا كنت وياكم ما عندي شيء ثاني أسوي وما بي أقول أنا منهم فقط فما عندي شيء ثاني أسوي فمشيت وياكم. هذا الطقة الثانية الكف الثاني اللي خذه لوفي. الكف الثالث أو الألم الثالث الصفعة الثالثة اللي خذها لوفي على وجهه ثم قلت أنا ما كنت مصدق أنك بتكون ملك القراصنة شو الكلام الفاضي اللي انت تقوله. هنا لوفي خلاص يعني شوف أنت فيك شيء في شيء احنا مو بفهمينه في شيء غلط بس ما توصل انك تهين اهم ثلاث ركائز عندنا مما يعني انك الحين تبي تقول لي اقطع كل شيء توكل على الله لكن انا مو بهذه طريقتي. ترى هذه مو باول مره تصير مع لوفي صارت من قبل بوضحها لكن هنا اهانات سنجي وصلت اقصى حد للوفي. فلوفي قال يعني خلاص وصلت لهالدرجة انك تستهين فيني في احلامي في احلامك في الطاقم. فقال له سنجي يعني بتتوكل ولا بفقع وجهك. قالوا اذا هو القتال. قال له ايه هو القتال خلاص قلت لك انا مبسوط هنا وانت واحد سخيف قوصان وحقير ايش تبيني اسوي لك. لما بدأ بداية القتال بتوجيه الضربات بين سنجي ولوفي لوفي لاحظ شيء من الضربات هذه. الملاحظة هذه اما كانت كلمة من سنجي أو شعور من سنجي لأن يقولك عندما يتبادل الرجال اللكمات تتضح المشاعر أو تتصل مشاعرهم أو يوصلون المشاعر أفضل من الكلمات عند محبين القتال. وأيضا إما تكون إشارة جاءت من جهة العربة. فاللحظة هذه حسمت للوفي إنه ما يكمل القتال ووقف. هنا لوفي رفض القتال ووقف واكتفى أن يخلي سنجي يضربه
أول ضربة سواها سنج هنا تفاجأ الجنود، قالوا وميضة هذا لهب، يعني كأنه شيء جديد، أما لأنهم ما شافوا هالشيء عند الفينسموك أو لأنهم كانوا فقدين الثقة في سانجي. وانا ارى انهم لانهم كانوا فقدين الثقه في سانجي، اعتقد الفينسموك عندهم قدرات زي القدرات هذه اللي عند سانجي، لان تظل القدرات هذه مزوعه فيه منهم. الى اللحظه هذه وانا ماسك اعصابي لا انفجر، الى اللحظه هذه وانا ماسك اعصابي لا اغضب، ما ابي اصرخ، ما ابي افقع عضانكم في المايك، بس صدقوني اللي صار شيء يا الهي. وجه لوفي وينضرب، وينضرب على يد واحد من طاقمه يا رجل، يعني كنت اقول في خاطي سانجي قل ساعدوني، سانجي اشرحها لو بالكلمات، سانجي وضح لهم طاقمك مش اخبياء، فهمهم انك من حد، لكن ما في شيء توضح الا لين لوبي فتح عيونه. ومع ذلك كان سانجي يقدر يشرح اكثر ويوضح اكثر. لوبي اثناء ضرب سانجي له فهمت انه مو فاهم الفكره كامله، تقبل موقف سانجي، الاشفاق عليه، الحماس مع لوبي، الغضب لاجل لوبي والطاقم. يا وجه المشاعر اللي تصارعت داخلنا، يعني كل ما سانجي يضرب لوبي ما كنت اصرخ، ما كنت منفجع، لان الحلقه شرحت ليش اللي قاعد يصير، بس انا منفجع انه وصلت للدرجه ذي، يعني كنا زي ما نقول وصلت الى مده اليد. كنت تقدر يا سانجي بدل تهين تهين احلامه وتمد يدك عليه، كنت تقدر تقول له المشكله اللي انت فيها المعضله لو بالهمس، وهو بيلقى له طريقه ويتصرف. انت كنت ما في مواقف مماثله وشفته كيف يتصرف، لكن المشكله هنا نرجع الى ماضي الطاقم ككل. لوبي من قبل صار له كلاش او نزاع مع نامي، بعد كلاش او نزاع مع نامي، كلاش او نزاع مع اسب، بعد صار له مع روبن، وكلها في نفس النقطه، انهم واثقين في لوبي في كل شيء، في احلام صعبه، احلام مستحيله، بيصير ملك القراصنه، بيكسر الدنيا، لكن لما يجي احتكاكه مع اشياء شخصيه لهم يفقدون الثقه تماما، يمرون في مرحله النزاع. نامي في البدايه نعذرها لسه ما شافت كامل المقومات للوبي وطاقمه، وعندها الرهينه اللي تحت يد اولونغ هو قريتها، وعندها ايضا الصراع منذ الصغر مع موضوع ان ما حد يقدر يحميها من اولونغ الا هي لازم تحمي نفسها، فهنا قررت خذت السفينه وراحت عند اولونغ سلمته عشان انها تكمل باقي الفلوس، وعشان تبعدهم عن الوجه تمثلت انها قتلت اسب ايضا، قالت لهم خذوا سفينتكم توكلوا يلا، نفس ما قال سانجي توكلوا. لوفي رفض حتى بعد ما عرف الاسباب الحقيقيه، لوفي رفض انه يمشي لين قالت له نامي تسكتي وتدخل، يلا ما عليه الحين وثقت فينا نامي، وثقت ان احنا نقدر نساعدها، طلبت المساعده، يعني ما في ملجأ اخر الا احنا، يلا نتدخل. لكن نامي في ذاك الوقت نعذرها، اسب كان صراع شخصي، ان السفينه يعتبرها نكمه، وما بيضحي بها النكمه، خاصه ان النكمه هذا جايني من شخصيه عزيزه اللي هي البنت، فصار صراع بينه وبين لوفي، هنا المره الوحيده اللي طلع لوفي مد يده عشان يوريه هذا صراع على قرار خاص باحد النكمه. انا كقائد النكمه اشوف ان احنا نريحه، انت تبي تزيد من عذابه فقط لانك متعلق فيه، فهنا لازم نحط حد، انك انت خلاص ما تقدر تحميه، ما تقدر تنقذه، ما تقدر تساعده، ما تقدر تصلحه، فصار القتال، ما في رهينه عندك، ما في شيء يدفعك، فقط انت تبي تترك الطاقم، ليش؟ لانك هجت في قرارك ما تبي تتكلم. نيجي بعدها لوبن، روبن كان رهينه، المهدده هي الطاقم، حكومة العالم بتعادي طاقمك، روبن وثقت فيهم، وقعدت معاهم سكايبي شافت الهواي، لكن لما يجي موضوع حكومة العالم اللي هي بؤس الصغار، معضلة الصغار، فقدت الثقة، حست انهم مو بقد حكومة العالم، وانهم اذا واجهوا خطر حكومة العالم لحياتهم ان تهددهم حكومة العالم كلها، مش البحرية، لا حكومة العالم كلها ممكن يتخلون عنها في يوم من الايام، مثل ما السي بي 9 زرعين في راسها. فجاء لوفي قال قولي اريد الحياة وننقذك، لكن ما حد دخل، ما حسوي شيء، إذا أنت خايف علي من خطر حكومة العالم، هذا علم حكومة العالم، أحرقها يا سوغي كينج، يلا تعالي. بس ما سوى كذا لأن فهم دوافعها، لما شرحت لنامي أنهم مهددينها أبهم، وأن ضحت بحياتها عشانهم لأنهم هم رهينة هنا، والخطر خطر طفولة، فقدت الثقة فعلا، نفس الشيء فقدت الثقة، مثل ما أسف فقد الثقة في قيادة لوفي، مثل ما نامي فقدت الثقة أنهم يقدرون ينقذونها، روبن فقدت الثقة. نيجي لسانجي، سانجي رهينة عنده، يدينا وزف، وفقد الثقة فعلا ان لوفي يقدر ينقذه، يبي خلاص خلوني مع نفسي انا اقدر اتسوي كل شيء. طيب يا سانجي، انت تدري ان هذا الشخص اللي رهنتوا عليه انه يكون ملك القراصنة، كلكم رهنتوا عليه انه يكون ملك القراصنة، كلكم ضحيتوا بحياتكم معاه، كلكم ماخذين موقف عشانه وماخذين موقف معاه، تيجي عند النقطة هذه تفقد الثقة شلون؟ يعني خلاص اوكي لوفي انا بمشي معاك في رحلتك، بنروح نشوف الاول بلو، بنروح نشوف رافتل، بتصير انت ملك القراصنه، بيصير بيصير بيصير،
لكن على أول دقة مع ماضيك فقدت الثقة. يعني كنت تتوقع أن يصير ملك القواصين ما يحتدم مع يونيكو، كنت تظنون أن بيصير ملك القواصين ما يحتدم مع حكومة العالم، تظنون أن بيصير ملك القواصين ما يحتدم مع أقوى سياف في العالم، تظنون أن بيصير ملك القواصين ما يحتدم ويتصارع مع الشيبوكاي، ما يتصارع مع ماضيكم. هالأشياء هذه كلها العقبات في طريق أي واحد يبي يحقق حلم. لازم يصير لك التصادم هذا، ماضيك، أقربائك، أصدقائك، ناس أقوى منك، شيء هو عقدة بالنسبة لك لازم تتفوق عليه ولا ما راح توصل، مش بالسهولة. وهذا هنا ذكريات زف، لما قلت لكم الذكريات من وجهة نظر زف، لما قال الناس اللي تضحي بحياتها وتموت من أجل أحلامها مهما كانت الرماح تمطر عليها والأسلحة المستخدمة ضدها، عزيمتها في تحقيق حلمها لو بمواجهة الموت راح يخليها توصل. فأنا استغرب من طاقم لوفي كيف انهم صامدين امام كل العقبات، لكن لما شيء يصطدم مع شخصيتهم الداخلية ينهزون. هذا ضعف. هنا يجي دور القائد، هنا يجي دور الكابتن، الكابتان لوفي، القبطان لوفي، القائد لوفي، القرصان لوفي، ملك القواصين لوفي. الكل يسألني ليش انت تراهن على لوفي وتحب اكثر من طاقمه؟ هو الوحيد مع المشاكل الشخصية والاحتدامات اللي زي كذا يعرف يكون قائد محنك. مع نامي اوكي وقف، مع روبن راح شنو الخطأ اللي قدامك هالعلم احرقه، خذ نص موقف. مع نامي ما خذ موقف لان تكلمت وقالت انقذني، مع روبن خذ نص موقف، مع اسب خذ موقف كامل. ليش؟ هذا شخصية اسب. نجي الحين مع شخصية سانجي. اذا كنت بعتقد ان الشيء اللي لاحظه لوفي اثناء القتال هو شيء تلقاه من ضربة من سانجي عاطفة، هنا لوفي قرر عدم القتال. سانجي هذا ما ادخل معه قتال كامل، هذا طاقمي انا عارف، عارف احلامه، عارف قوته، عارف مشاعره. فهنا قرر لوفي وقف وخلى سانجي ضربه ويعطيه، واصر لوفي انه يتلقى ضربات اكثر واكثر واكثر من سانجي. ليش؟ لان سانجي زي ما يقول ماجد عنه ياساشي طيب. وهذا الشيء وضحه لوفي في اخر الحلقه، انا ابيك تطقني، انا ابيك تألمني، انا قاعد اقاتلك. وهذا شيء تدل لما نامي شافت الضرر على جسد لوفي. طبعا بعلق لكم على موضوع الضرر والضربات اللي جات لوفي، لكن لما نامي شافت الضرر اللي تلقاه لوفي من معركته مع سانجي، ونوصل موضوع انه يدمي ويفقد احد اسنانه، كانت بتتدخل تقول حق سانجي ترى مر بالامرين عشانك، طول الليل قاعد يقاتل واحد من قادة البيج مام عشان يوصل لك لهنا، فجسمه تبي تقول له خلاص ترى جسمه بيموت، لا تعتقد انه جايك عدل تطق فيها الطقات، انه جسمه اللي عارفينه المتوحش اللي يتحمل ترى طول الليل يقاتل. لكن قبل لا نامي تكسر خاطر سانجي وتضعف قوته في القتال، لوفي رفض وقال لها نامي لا تدخلين، هذا دول هنا ندق بريك. شو اللي فرق بين معركته مع كراكر ومعركته مع سانجي؟ معركته مع كراكر حرب قواصنة، احنا جايين ناخذ خوينا وندخل لنا في السالفة ومخربين علينا، وهذه حرب قرصنة بيننا وبينكم، انت داخل علينا في النص. فلما كن معركة شعواء حرب قواصنة ما فيها واحد لواحد، انا ما ابي اقاتلك من الاساس، انا جاي باخذ خوي وبابشي، بتهيني بتهين خوي بجلدك، بنجلدك بنربيك، هذه معركة شعواء. لكن لما صار القتال بينه وبين سانجي منع نامي من التدخل. ليش؟ لان هذه معركة قال لها مبارزة او دول بيني وبينه، هذه مبارزة واحد لواحد، ند لند، يفرق عن موقفي مع كراكر مثل ما كان ما بين البلاك بيرد والوايت بيرد. دول طاقم الوايت بيرد ما تدخلوا، الخيانة جت من طاقم البلاك بيرد، طاقم الوايت بيرد ما تدخل لأنه كان دول جاي قايل له رجل لرجل، مثل لما كان أوكيجي ولوفي من قبل، دول رجل لرجل، قال أوكيجي أنت قلت رجل لرجل دول عشان لو فزت عليك ما أؤذي طاقمك، أنت عارف من البداية أنك بتنهزم بس قلت كذا عشان لا أؤذي طاقمك. فنامي سكتت منعها. فعلا مع آخر ضربة لوفي زي اللي أغمي عليه، شفنا قتال سانجي، وهذا الشيء اللي أنا مغضبني، أنا قاعد طول السنتين استناك تطلع قوتك، ابي اشوف شو التطورات شو الضربات اللي عندك، واشوف ضرباتك اللي زادت قوه زادت حده لدرجه ان جنود الفينسموك يعجبون فيها، اخوانك يعني ها في اعجاب بسيط اللي كانوا محتقينك طول الوقت، يطلع على جسم لوفي تبرد حرتك في لوفي. يا رجل تكلم، شوف لك طريقه ثانيه. ادري ان لوفي عنده رساله بيوصلها وانت عندك رساله بتوصلها والكاتب عنده رساله بتوصلها، بس مو بهالدرجه، هذه خيانه للطاقم يا جماعه. من شفت موقفك مع فايوليت وانا اقول عنك خاين، بس الاستديو والكاتب وروني ليش انت سويت كذا، وعرفت ان لوفي تفهم بس تظل العاطفه
تظل العاطفة ماني بقادر، قاعد استناك مو بس فترة السنتين، فعلا مرت علينا سنتين، اشوفك قدام فاق وتتصفق. صدق انك دخلت دخول قوي وكذا، لكن يظل انك تصفقت. بعدها قدام كيهوتي يظل انك تصفقت، يظل عادي انك قوي وسويت، بس يظل انك يعني تعتبر تصفقت، مع انك اقوى من كذا. وانا عارف ان الكاتب حدك كتمه بهالموقفين عشان لا يظهر قوتك الحين. ادي انك اقوى قدام جاجي، واظهر لنا الاستديو انك تصفقت، مع انك ما تصفقت، بس اظهر لنا انك تصفقت. والمفروض هالشيء ما يصير، انه في قوه لازم تطلع بعدين. انا اقول كاتب كابح قواك، بس مو على بدن لوفي وقدام اخوانك تصفقت. وقاعد اقول يا الله الكاتب قاعد يهينا والاستوديو قاعد يهينا، يبون يوون عوائق يحطونها عشان يظهرون قوته على شيء يستاهل قدام، بس اللي يستاهل مو بوجه لوفي. يا رجل الدمعه خنقتني انا وماجد واحنا نتابع، احنا نشفق عليك ولا نشفق على لوفي ولا نشفق على نامي؟ حلقه هزتني صراحه. لكن كيف تاثر لوفي من ضربات سانجي؟ هنا الكلام، هي واحد من اثنين، الاول والابسط في الشرح ان لوفي ما استخدم الهكي. انا مو بجاي اقاتلك، انا جاي اكلمك. سانجي قال له استخدم الهكي، تاكب تتاذى، قال له انا جاي اكلمك. فسانجي استخدم الهكي، لوفي ما استخدم الهكي، عشان كذا تضرر لوفي. اند اوف كيس، انتهت القضيه. لكن بما اني انا ما شفت تاثير الهكي، يوجد تفسير منطقي. لو قلنا ان سانجي ما استخدم الهكي، فيوجد تفسير منطقي. رجل سانجي كانت مولعه نار، والمطاط ضعيف المقاومة جدا أمام النيران، فلوفي جسد المطاطي أمام نيران سانجي ضعيف، فيقدر سانجي بالنيران يلين مطاط لوفي بحيث يقدر يصيب العظام. ففي كلا الحالتين منطقي اللي صار لوفي. لوفي في كلا الحالتين كان يقدر يتلافى الضرر هذا لو استخدم الهكي، أو لو أنه كان ناوي يرد الضربة على سانجي، ما كان بيوصل ولا 1% من الألم هذا. هنا لما سقط لوفي، جات نامي قالت حق سانجي خلاص وقف. طبعا نامي كانت تبكي قبل يقوم على لوفي، قالت له خلاص بنمشي، ما نبيك، خلاص تبينا نمشي بنمشي، خلاص بنهدك، انقلع، لا تضرب لوفي أكثر من كذا. شافت الألم، خلاص انت من تباضي تجيب هالبار، قل لنا شيء، من تباضي تقول، لا توصلها للدرجة دي. أنا ما ألوم نامي نقاتها كاملة، نامي ما وصلت لها قبضات سانجي ومشاعر سانجي، وهذا شيء يوصل بين المقاتلين مثل ما وصلت اللوفي. أو إذا كان في إشارة من هناك نامي ما كانت مركزة لوفي ركز، أو كان في كلمة من سانجي بسيطة ممكن هنا بعذولك كل شيء يا سانجي. أو كان في كلمة بسيطة أو إشارة منك أنت بسيطة قبل لا تسوي الضربات هذه كلها والتمثيلية. لكن إذا أنا وصلت بالضربات أو بإشارة من العربة، هنا مالك عذر يا سانجي، كنت تقدر تتكلم، مو بلازم الطاقم يمر بالأمرين عشان حضراتكم تفهمون انكم مع واحد شنب. يعني كل المصايب اللي انتم فيها انكم انتم واثقين ان اللي معكم هذا شنب ينقذ روبن، ايه شنب ينقذ لنا اسب، ايه شنب ننقذ بك نامي، ايه شنب تروح رافت لي معاي، انت لا انت منت بشنب، عند احلامي لا منت برجال. ترى هذه خيانة للصداقة. هنا عشان كذا اقول لكم الانضمام الثاني، هنا نامي ما عندها شك في نوفي، أسب ما عندها شك في لوفي، روبن ما عندها شك نهائيا في لوفي، حتى يوم خوفوها ان اليونيكو بيهاجمونها ما عندها شك في لوفي. ليش؟ انا شافت شي يقدر يسوي عشانها. سانجي انت هذا كله عشته، ليش لازم تمر في نفس الدوامة؟ ليش لازم نعيد الحلقة من جديد؟ فنامي هنا مو بعايشة المشاعر، عايشة نفس العواطف اللي انا فيها الحين. فراحت لتبكي قالت له خلاص ما لبيك، انقلع، ضف وجهك يا شيخ، ننزل برنامج طلبات ولا تطبخ لنا يا رجل، ندقها اندومي يا اخي. بيوس قاعد يدقها اندومي، ناروتو يدقها اندومي، حتى سنشيو من ايام صغري يدقها اندومي، ولا ننذل لاشكالك يا رجل. خبز تنور وآشي وحم امك، انقلع ما نبيك. زي ما قلت لكم هو كان منحد لهالشيء، بشرحها في الاخير. انا متقبل عواطفك بس مو بمية بالمية، ترى انا تفكيري زي تفكير القائد، تفكيري زي تفكير لوفي، تفكيري زي تفكير زف. افرق يعني مثلا ماجد له تفكير اخر، هذا له تفكير اخر، مشاهدين لهم تفكير اخر، وكلها مقبولة. الاستوديو تعمد في الحلقة ان يورينا كل المشاعر وكل اللي نشوفه من وجهة نظره. فنامي جات له وقالت له خلاص انقلع، فحس نامي قالت شيء بعدين جزء من النص مفقود، بعدين قالت له انقلع كذا، جات نامي قالت له كلمتين صفقتها كف، وكان ألم الكف جايبينه يعني كأن ألم مبرح، يعني لأن ألم مشاعر. نامي ضربتها كف احتقار هنا، بعدين جزء من النص مفقود، جزء من اللحظة مفقود، زي اللحظة اللي قبل فيها لوفي سابو، جزء من اللحظة مفقود، زي اللحظة اللي تكلمت نامي فيها مع لاو عن تحالفهم وانهم يبون يسقطون اليونيكو، جزء من اللحظة مفقود. حسيته كذا انا. سانجي ركب مشى وبدأ يب كي
بكاء أليم تقطع. المشهد هذا أحزنني يا وجه. شفت وجه سانجي زي وجه ماجد زي وجهي وقت اللي احنا نشوف هالمشهد. لوفي قام وقال له سانجي أنا بستناك. سانجي تقدر تهيني تهين حلمي زي ما تبي بس ما راح أصدقك. سانجي أنا أدري إن هاللحظة أنت تتألم أكثر مني. أنا خليتك تضربني لأني أدري إنك في الأخير تتألم أكثر مني. قالها لوفي صريحة. ليش؟ لأن لوفي يدري من البداية إن سانجي يسشي لين طيب يطقك ويبكيه. فعارف لوفي إنك كنت قاعد تبكي الحين تتألم أكثر مني. وأنا إذا كنت تسخى مني ومن حلمي كذا أرفض أكون ملك القواصين وأنت مو موجود. وانيش بتسوي هنا؟ ارجع واقول لكم من قبل اللي كثير قالوا هاللوفي بيضحي بسنجي، هاللوفي يمكن يضحي بأحد من طاقمه، هاللوفي يا حيسمح بأحد من طاقمه يموت، هل قلت لكم لا، لان لوفي يرفض يحقق حلمه بدونهم، يرفض الطريق السهل، ارفض اكون ملك القواصينه بدونك. اذا ما قدرت تتفوق على العقبه هذه كيف بتتفوق على باقي العقبات؟ لحد الحين كل اللي احتديت معاهم ثلاثه وانت رابع، واحنا في طاقم ممكن يتكون من 10 واكثر. كذا ما انا متاثر في المشهد هذا وجه اخوان سنجي ومضحكون. ما أبي أسب، ما أبي أسب، ما أبي أسب. أنا أخذت على نفسي عهد ما أسب في القناة، أخذت على نفسي عهد ما أقول كلام بذيء في القناة. قاعدين يضحكون، يلا زي ما علمونا وإحنا صغار، قاعدين تضحكون يا تفاحة، قاعدين تضحكون يا برتقالة، قاعدين تضحكون يا فاكهة، يا فاكهة وصخة ما كلها حيوان قذر وتافلها في مجاري وسحبتها المجاري لأقرب مكب نفايات، وداخل مكب النفايات رجع نفس الحيوان القذر اللي وصخها من قبل شافها وتف عليها. كون لوفي يأخذ على نفس عهد إنه ما يأكل لين يرجع سنجي معناه إن إحنا راح نمر بشيء جبار في الحدث. من هنا راح نشوف شخصية جديدة للقائد، القائد اللي عارف طاقم وعارف كيف يتصرف معاهم. راح نشوف شخصية جديدة للوفي. اعتقد ان وقت الاستهبال في الحدث هذا، وقت ان الحدث هذا كأنه حدث أوبرالي مسرحي طقطقة وفاني، عد انتهى خلاص. راح ندخل على الظلام، لان تذكرون في بداية الحدث في انطباع قلت لكم هي مثل مسرحيات حدائق العجائب وحدائق الجميلة حقت السحرة اللي في النصف الاخير من المسرحية تتحول الى مرعبة، ويك ان الجمالية اللي شفتها في البداية والاشياء الكيوت والغريبة يعني كأنها طفولية هي ما هي الأمور مرعبة. الوجه الثاني للمهرج، شفنا الوجه الكوميدي الساخر السخيف اللي البعض يعجب فيه والبعض يمل منه، حان الوقت للوجه المرعب من المهرج. جابوا الأغنية، الأغنية هذه يا رجل تعيد الذكريات، لكن ما شاء الله عليه لقطها ماجد، قال هذا كذا أول ما اشتغلت، قال هذه أول إندينج جاء في ون بيس، وحطوا فيها نهايات كل الأحداث الجميلة اللي للطاقم. يعني أول نهاية لون بيس، أول أغنية نهاية، وحاطين فيها نهايات مرت على الطاقم مع بعض، كيف انهم كانوا مع بعض في كل الأحداث. كأن الكاتب يقول لك الحين بندخل في مرحلة جديدة. الحلقة الجاية زي ما قلت لكم ندخل مرحلة ثانية، الحلقة الجاية بنشوف الوجه المرعب للمهرج والوجه المرعب للساخر. المهرج اللي هو الحدث اللي حسسك انه ساخر، والساخر اللي هو لوفي. بنشوف وجه المرعب، خلاص داخلين على ظلام. ما على العموم انا ننتظر الاسبوع الجاي عشان ندخل مرحله جديده ونعايش في الحدث المهيب، مو برهيب لا، المهيب الغريب هذا. فننتظر الاسبوع الجاي. لا تنسون بكره الساعه 8:30 غيرنا وقت البث حق اليوناو الى الساعه 8:30، لان 9:30 بيكون متاخر عليكم مع المدارس، فخلينا الساعه 8:30 وبنحاول نعدل في الاوقات اكثر واكثر. لكن بكره راح نكون موجودين ان شاء الله في البث المباشر الساعه 8:30. وفي النهايه يقولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير، ونشوفكم على خير.